يه من أسرع طرق معرفة سبب فتح الحصان لفمه أن له علاقة بسورة كوبوكا عسرك أو أنه فقط ردة فعل طبيعية من الحصان نفسه وشرك صحيح، لكن سابقا اعرف السبب. إذا عرفت السبب وطلع عجب، الحصان اللي يفتح فمه من استعمال القوة عندك سيؤدي إلى فقدان تحكم. يعني تلاحظ أنك في اللحظة اللي الحصان فتح فيها الفم أنت متشعبط بالناس، أو تشوف مقطع أو بالفعل راكب تحس الراكب شاد، وأثناء شدة الحصان فتح فمه منطلق، ففاتح فمه أثناء استعمالك للشد للخلف وقاعد يفتح فمه عكسك ومنطلق ومندفع. إذن هذا فتح فم سبب استعمال القوة أدى إلى فقدان التحكم. الحصان فاتح فمه في اللحظة اللي فاتح فيه فمه فيها أنت منت بساند سند زايد، ويدك خفيفة جدا على الحصان، لو توقف بصبعك صغير وقف، يعني ما اشتغل فتح الفم عليك واندفع، ما يعني أنك جميب ثقيلة، ما يعني أنك منت مستعمل القوة. إذن فتح الفم هنا ردة فعل طبيعية، الحصان يسوي يعوض الشكيمة، يمضغ، خلل للضغط، يبغى يحط الشكيمة تحت لسانه إلى آخره. وذكرت سابقا الحصان أصلا علميا ثابت طبيا، يعني ما يقدر يطلع الرغوة اللي بفمه إلا يسوي يسمونه اللي كنشون اللي هو مضغ. لما تكون رابط فم الحصان، خاصة أغلب طرق الركوب يركبون القطعة الخشم وقطعة الفم، أصلا ما يقدر يفتح فمه فما يقدر يمضغ، ما يقدر يطلع اللعاب المطلوب بالشكل المطلوب. إنما إذا مضغ أعطيه فرصة يمضغ، خاصة لما تكون بعيدا تعطيه فرصة، أو حصان موزون يعرف من نفسه يمضغ وأنت راكبه يصير يكثر اللعاب فمه، فكل ما كثر اللعاب فمه قل الضغط حق الشكيم على فمه. فأنا يمكن تقارن حصان فاتح فمه والراكب لو بغي يوقف أصبعه ووقفه، وأثناء فتح الحصان الفم الشكيمة حتى ما تحركت سنتي ورا، ما تركب مبجار ومستعمل القوة بحصان في اللحظة اللي كان فاك فمه الراكب جر على وراء وظهره كله راجع وراء وحصان مثلا مندفع قدام. هذا فتح فم من عسر، هذا فتح فم باختيار الحصان، زي بالضبط التقويس. حصان مقوس ومنطلق لا يمكن تقارنه بحصان مقوس موزون، لأنك رافع الراس، حصان رافع راسه موزون لا يمكن تقارنه بحصان رافع راسه ومعسور وقت ذلك.